دعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالمواعيد التي يتم تحديدها للحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لتسهيل عملية التطعيم. هذا وتشهد الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا إقبالا لافتا من قبل المواطنين والمقيمين، حيث أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 600 و2644 شخصا. فيما بلغ عدد من تلقى الجرعة الثانية نحو 475 ألف شخص حتى مساء أمس الأحد